مش هتصدقوا اللي حصل معايا امبارح. كنت في مانشستر في مؤتمر طبي جنب استاد اولد ترافولد بتاع مانشستر يونايتد. اقابل مين في الشارع طالع من الاستاد؟ كريستيانو رونالدو. هو كان طالع بعربيته وانا داخل اركن عربيتي. فوجئت انه نزل من العربيه وجاي عليا وهو بيضحك وبيشاور بايده وبيقول دكتور منصور very nice to see you big fan. انا طبعا اتفاجئت لكن مش قوي الصراحه، لان هو ده تقريبا نفس اللي حصل قبل كده لما رحت توتنهام في زياره. انا واقف في تسكو لقيت شاب انجليزي شكله فيت وشيك وجاي يسلم عليا بحراره قوي وبيقول لي I follow you on YouTube, great stuff وبتاع. انا مش عارف مين الشاب الانجليزي اللي بيتابع قناة يوتيوب بالعربي ده. بعدها عرفت انه لعيب كرة مشهور برضو اسمه هاري كين. الاول استغربت جدا ايه اللي عرف الناس دي بيا وبالقناة مع ان كل فيديوهاتها على قناة الدكتور بالعربي. بعدها عرفت بقى ان اللي عامل لي الدوشة دي كلها ومصيطني بين لعيبة البريمير ليج الانجليز هم اولاد بلدي محمد صلاح في ليفربول ومحمد النني في الارسنال. اتاري الاثنين بيتابعوا الفيديوهات وبيبعتوا فيديوهات القناة على جروب واتساب البريمير ليج، ولعيبة البريمير ليج بيتفرجوا على الفيديوهات بالسبتايتل العربي. طبعا انا بكذب وانت عارف ان انا بكذب، لكن ايه اللي مخليني مكمل في الكذب رغم ان انا عارف انك متاكد ان انا بكذب؟ هل انا بعمل كده عشان اخليك تهتم وتتفرج؟ هل هو حب الشهره ولا ممكن يكون ده مرض؟ ولو هو مرض فايه اللي المرض ده ممكن يعمله؟ هل ممكن ام تحاول تقتل بنتها بسببه او حد يدخل السجن بسببه؟ وهل ممكن تكون انت تعرف ناس عندهم المرض ده وبيكذبوا طول الوقت وانت بتتابعهم من غير ما تعرف ان هم بيكذبوا؟ طب ازاي تعرفهم لما تشوفهم؟ هل في علامات ممكن تميزهم بيها؟ ولو كده يبقى ازاي بيقدروا يخدعوا الناس؟ وهل ممكن اعلى ناس على سلم المجتمع والمفروض ان هم متعلمين ومثقفين زي رجال الاعمال الكبار والسياسيين ورؤساء دول كبيره هل ممكن يصدقوا الكذب ده؟ من بريطانيا دكتور محمد منصور طبيب البطنه والكلى قناه الدكتور. بص انا متوسم فيك الذكاء فعايزك تبص معايا على كم مقطع دول وتطلع لي العلاقه بينهم. جاهز؟ يلا بينا. في ذبذبات حيويه اطلق عليها البيوبلازميه او اللي هي الحيويه اللي طالعه من الانسان. هذه الذبذبات اللي بيسموها الطاقه الحيويه يمكن مجالات البحث فيها بدات تنتشر من دول جدا، ويمكن هي تعمل طفره قريبا في العالم كله ان شاء الرحمن، لان بدات تستخدم في علاج امراض كتير اسرع بكتير واعلى من الانظمه القديمه. في الفيديو ده هنجاوب عن سؤال مهم جدا، لسه باقي لك قد ايه في الحياه؟ يا ترى لسه باقي لك قد ايه؟ او السؤال بشكل اخر، المفروض يبقى باقي لك قد ايه؟ طيب هل في معادله بتحكم عمر الانسان؟ المعادله دي بتقول ان عمرك يجب ان يكون اخر طفل انت انجبته، اخر ابن من ابنائك بين قوسين زائد 40 او ناقص 40. ان انا النهارده لو شفت صوره ذهنيه فانا نفترض طاقتي الدرجه بتاعتها 100، لو انا حكيتها لواحد تاني درجته هو كمان 100، ف100 زائد 100 تربيع معناها ايه؟ 100 زائد 100 200، 200 تربيع يعني قوة تأثير فكرتنا احنا الاثنين على الكون 40,000، يبقى انا لوحدي 100 معايا شخص ثاني يبقى انا 40,000، فدي خطورة نقل الأفكار. عرفت تربط بينهم؟ الله ينور عليك، كلهم فيهم كذبة واضحة وصريحة بتتقال بمنتهى الثقة، وكأن مفيش حد أبدا هيرد أو هيشكك في الكلام اللي بيتقال. كمان مشترك بينهم ان طريقه الكلام مقنعه جدا، وان صاحب كل كذبه من دول وصل بالكذبه دي او بغيرها لملايين وملايين المتابعين. الكلام ده كله كان دايما بيحيرني، وقعدت سنين مش فاهم ازاي في ناس ممكن تكذب بثقه شديده كده قدام الكاميرات وهم نفسهم يبان عليهم ان هم مصدقين كذبهم وملايين الناس يصدقوهم، لغايه ما حضرت بنفسي قصه اليزابيث هولمز وشفتها وهي بتكبر وتكبر وتكبر وتوصل لعز مجدها، وبعدين شفت انكشافها وفضيحتها وسقوطها ونهايتها المخزية واللي عملت عنها فيديو قبل كده، هسيب لك الرابط بتاعه في وصف الفيديو لو ما كنتش شفته اتمنى تشوفه بعد الفيديو ده. في الوقت ده بدات اخد بالي قد ايه الكذب المرضي ده منتشر، وقد ايه احنا محاطين بشخصيات نرجسيه بيعرفوا يمثلوا دور الملائكه ويقولوا ارق واحلى كلام قدام الكاميرات، وهي حياتهم كلها ما هي الا كذبه فوق كذبه فوق كذبه، كذب مركب فوق بعضه. بس سيبك من ده كله واسمع معايا القصه العجيبه دي عشان نشوف وش تاني خالص للكذب. هوب يبارا شابة أمريكية 33 سنة قالت لجوزها إنها بتحضر دروس في الجامعة عشان تاخد دكتوراه. كلام جميل. كانت بتروح الجامعة يومين بس في الأسبوع لمدة سنة واحدة، وبعدها قالت لجوزها وعيلتها إنها خدت الدكتوراه. كلام غريب. الناس كلها اتفاجئت، إزاي قدرت تنجز ده كله في سنة واحدة؟ وخصوصا إنها بتروح يومين بس. لكن هيقولوا إيه؟ ما هي فعلا معاها شهادة الدكتوراه مطبوعة ومختومة، ومن وقتها بقى اسمها دكتور هوبي بارا
PhD. طبعا هنعرف بعد كده ان التحقيقات هتثبت انها لا اخد الدكتوراه ولا تعرف جامعة من اساسه. المهم هوب في سنة 2001 بلغت عيلتها ان جالها سرطان في العظم. وعلى مدار 8 سنين كانت بتقول انها بتتابع مع الدكاترة وبتعمل اشعات وكانت بتروح العيادات لوحدها، جوزها مش بيروح معاها. قالت لهم ان السرطان انتشر ووصل للمخ وللرئتين، وكمان راحت حلقت شعرها زيرو وبقت تقول لعيلتها واصحابها ان شعرها وقع من العلاج الكيماوي. مش بس كده، قالت ان السرطان دمر لها قوقعة الأذن وفقدت السمع، وفعلا اتعلمت لغة الإشارة وعملت عملية غرس قوقعة في ودنها. بعد كده عملت لنفسها حملة تبرعات والناس تعاطفوا معاها طبعا، وجمعت أكتر من 100,000 دولار من أصحاب القلوب الطيبة. بعد فترة طلعت قالت للناس إنها الحمد لله اتغلبت على السرطان وخفت منه. وخلال فترة العلاج بالكيماوي قالت لجوزها وعيلتها انها حملت في توأم، وبدأت تشتري فعلا ملابس حمل وتلبس واسع، وما كانتش بترضى ان جوزها يروح معاها متابعة الحمل في العيادة، لكنها كانت مجهزة كل حاجة في البيت للتوأم اللي هيشرف قريب، وحتى اخترت لهم اساميهم وجهزت لهم اوضهم وكل حاجة. وفجأة اثناء الحمل بلغت اهلها انها اجهضت التوأم في الشهر الخامس بسبب العلاج الكيماوي، وفعلا صرفت كذا الف على الجنازة والناس جت تعزيها من كل حتة، وعملت كل الطقوس بتاعة الجنازة لدرجة انها احتفظت بالرماد بتاع البيبيز في زهريتين حطتهم في البيت. ويتضح بعد كده طبعا انها لا كانت حامل ولا اجهضت، وطبعا الزهريتين كانوا فاضيين ما فيهمش رماد ولا غيره، ولا كان عندها سرطان ولا اخدت كيماوي ولا شعرها وقع ولا اي حاجة. لكن اللي اغرب واخطر هو اللي عملته بعد كده، بدأت تركز على بنتها اللي كان عمرها في الوقت ده 5 سنين بس. لاحظ معايا ان ده قبل الناس ما تكتشف كذبها، كذبها لسه هيكتشف بعد كام سنة بسبب اللي هتعمله في بنتها دلوقتي. اول حاجة خدت بنتها للمستشفى وقالت للدكاترة ان بنتها صدرها بيضيق بالليل ونفسها بيزيق وبتاخد بخاخات للرب، وقالت للدكاترة مشكلة بنتي دلوقتي انها مش بتعرف تبلع ومحتاجة يتركب لها انبوبة معدة للتغذية، ولان الدكاترة مش هيشكوا في الام انها بتكذب وبيفترضوا طبعا انها اكتر واحدة في الدنيا خايفة على بنتها، والبنت فعلا رايحة لهم معاها البخاخات بتاعة الرب. الدكاترة صدقوا ان هوب خايفة على بنتها وان البنت مش بتاكل، وفعلا الدكاترة ركبوا لها انبوبة تغذية في المعدة، وده اللي ساعد الام انها تبدا تنفذ خطوة. بكتيريا مسببة للأمراض من مزرعة معمل كانت بتشتغل فيه لفترة، أنواع مختلفة من بكتيريا وجراثيم خطيرة بتسبب عدوى الجهاز التنفسي أو الجهاز الهضمي، حاجات زي سالمونيلا وسودومونس وأنواع تانية. وبدأت تحط البكتيريا دي لبنتها في أنبوبة التغذية وفي البخاخات اللي بتدخل رئتيها. تخيل الإجرام، البنت تتعب وتسخن وتكح وتتبهدل وتدخل مستشفى وتاخد حقن مضادات حيوية، وكل ما البنت تتحسن وتخرج مامتها تحط لها البكتيريا تاني في معدتها وفي رئتيها، والبنت تسخن وتدخل المستشفى تاني. ولان البنت بقت عايشة على المضادات الحيوية فالدكاترة قرروا يركبوا لها قسطرة وريدية في وريد كبير في جسمها بنسميها بورتاكاف. القسطرة دي بتبقى واصلة بالقلب مباشرة عشان يبقى اسهل على البنت انها تاخد مضادات حيوية، واسهل ان يتسحب لها عينات دم من غير ما كل مرة البنت المسكينة تتشك. وهنا يبدأ مرض جديد يظهر على البنت، البنت يبدأ يجيها فقر دم شديد كل شوية، والغريب في فقر الدم ده انه بيتحسن لوحده كل ما البنت تدخل المستشفى وتتحجز كام يوم. بعد كده يتضح في التحقيقات ان البنت المسكينة كانت كل ما بتروح البيت مامتها كانت بتفتح البورتكاث بتاعتها وتسحب منها دم وتكبه في الحوض عشان تسبب لبنتها فقر دم يخليها تدخل تاني المستشفى. المتلازمة المرعبة دي اسمها متلازمة مانشاوزن او مانشاوزن سيندروم، وهي ان الواحد يكذب ويدعي المرض وهو مش عنده اي مرض عشان ياخد منفعة او ياخد مكسب او حتى ياخد اهتمام من اللي حواليه. وعشان اكون دقيق اكتر، فاللي عند هوبي بار ده اسمه مانشاوزن باي بروكسي، لان هي هنا بتدعي المرض او بتحدث المرض المصطنع ده في حد تاني اللي هو بنتها. خليني بقى اوقف كلام عن هوب وبنتها والجو الكئيب ده ونرجع لجو طبيعي شوية. الطبيعي ان البشر كلهم بيكذبوا في بعض المواقف، لان الكذب في حد ذاته مش لازم يكون حاجة وحشة. ايوه في كذبة حلال وكذبة حرام، او زي ما بيسموها كذبة بيضة وكذبة سودة. الزوج اللي بيقول لزوجته انت خسيتي رغم ان هو وهي وانا وانت والاخ اللي نايم ورا ده كلنا عارفين انها ما خسيتش، يمكن زادت 10 كيلو الاسبوع ده بس، ما تقدرش تقول عليه زوج مش كويس عشان كذب على مراته، وما تقدرش تعتبره مثلا شخص كذاب او مثلا ما تقبلش شهادته في المحكمه بسبب كذبه زي دي، لانها كذبه بيضة وطيبه وقصيره وتخينه شويه بس هي هتخس ان شاء الله.
المهم ان الكذب بيختلف في طرقه واسبابه وفي حجم الكذبه نفسها وفي ان الشخص هل بيكذب باستمرار ولا بس لما يتحط في مواقف معينه. مثلا واحد بيكذب عشان خايف من العقاب، زي طفل كسر حاجه غاليه في البيت وعارف انه ممكن يتعاقب فيلزقها في اخوه الصغير عشان هو ما ينضربش، او واحد بيكذب عشان يتجنب الوقوع في مشكله، زي انه يخترع عذر ما حصلش عشان غاب من الشغل مثلا او راح متاخر فيقول لهم عمتي عفاف ماتت وينسى انها ماتت قبل كده كذا مره، كل ما كان بيتاخر عن الشغل بيموتها. ممكن الكذب يكون من باب المجامله او خوف من الاحراج او الحصول على منفعه معينه او حتى الجذب الانتباه او حتى بدون سبب واضح. بس كل ده حاجه وموضوعنا النهارده حاجه تانية خالص. احنا هنا بنتكلم عن الكذب الزايد عن الحد، الكذب اللي مالوش مبرر واضح، الكذب المرضي او الباثولوجيكال لاينج. ايه ده، هو الكذب بقى مرض؟ ايوه، فاكر اليزابيث هولمز اللي قلت لك عليها من شويه؟ اهي دي شابة امريكية كان عندها 19 سنة لما اسست شركة ثيرانوس، وقالت انها شغالة على اختراع هيقلب عالم الطب وتشخيص الامراض. قالت انها اخترعت جهاز بيتنبأ بالامراض قبل حصولها، بتاخد نقطة دم من طرف صبعك يعني من غير سحب عينة الدم، بس من مجرد نقطة دم واحدة هتعرفك كل حاجة عن حالتك الصحية، وكمان هتقول لك الامراض اللي لسه هتحصل لك في المستقبل. طبعا ثورة، اصل حسب كلامها الامراض بتبدأ في الجسم قبل سنوات من ظهور الاعراض، والجهاز بتاعها بيقدر يكشفهم قبل ظهور اي اعراض. لاحظ ان اليزابيث هولمز دي ما درستش اي حاجه طبيه، لكن كان عندها قدره رهيبه على الاقناع، وقدرت تحصل على تمويلات ضخمه جدا من رجال اعمال ومستثمرين لغايه ما قيمه شركتها وصلت 9 مليار دولار، ومجله فوربس اطلقت عليها لقب اصغر مليارديره في العالم، كانوا بيقول عليها ستيف جوبز القادم. قعدت مع رؤساء امريكيين زي بيل كلينتون وجو بايدن، قعدت مع مستثمرين كبار ورجال اعمال من اكبر الاسامي في العالم عجبهم مشروعها واستثمروا فيه، زي روبرت موردخ اللي استثمر 125 مليون دولار في ثيرانوس. انت متخيل ان الناس الكبيره دي كلها قعدوا مع اليزابيث اللي عندها 19 سنه وسمعوا كذبها اللي مش ممكن يصدقوا اي دكتور فاهم الف به باثولوجي وصدقوها؟ انت متخيل ان رجال الاعمال والمستثمرين الكبار دول طبيعتهم في الحياه هي الشك، بيشكوا في صوابعهم وطول النهار بيتعرض عليهم مشاريع فيقعدوا يطلعوا فيها القطط الفطسانه عشان يرفضوا يشتركوا فيها لانهم بيخافوا على فلوسهم. طول عمر راس المال جبان وشكاك، لكن اليزابيث عرفت تقنعهم بكذبها ان المستحيل ده حقيقه وانه حقيقه لازم تستثمر فيها فلوسك كمان. انت متخيل ان الاسامي الكبيره دي زاروها في مقر ثيرانوس اكتر من مره، وكل مره تعرض عليهم الاختبار المعجزه بتاعها ده كانت بتضطر تكذب كذا كذبه وهي واقفه عشان الامور تمشي، ومع ذلك كانوا بيصدقوها. يعني مثلا كانت تدخل رجال الاعمال دول عندها في معمل ثيرانوس والفنيين بتوعها يسحبوا لهم عينات دم وتقول لهم تعالوا نكمل لف في المكان لحد النتيجه ما تطلع. هوب في الوقت ده الفني اللي سحب العينات ينزل بيها جري على المعمل اللي جنبهم يديهم العينات عشان يحللوها بالطريقه العاديه اللي شغاله في كل حته في الدنيا، ياخد النتيجه من المعمل اللي جنبهم يرجع بيها لثيرانوس يعرضها على الضيوف، وكان اجهزه ثيرانوس هي اللي وصلت للنتيجه دي اثناء ما الضيوف كانوا بياخدوا جوله في المكان. وفي نفس الوقت ده بقى تكون اليزابيث قاعده بتشرح لضيوفها ازاي ان الجهاز بتاعها بيشخص كل الامراض من نقطه دم واحده، فلما يستغربوا ويقولوا لها بس الفني بتاعك سحب مننا عينه دم كامله، ترد اليزابيث بكل ثقه وبابتسامه الشخص اللي عمره ما كذب في حياته، اصل الجهاز فيه مشكله النهارده بتخلينا نضطر نسحب عينه دم كامله، لكن هو الجهاز دايما شغال بنقطه دم واحده. مش بتقول لهم ان هي ما عندهاش جهاز اصلا وانها بتبعت تحلل عند المعمل اللي جنبهم؟ متخيل حجم الكذبه الضخمه اللي كانت بتتباع للناس الثقيله دي وبيصدقوها؟ بقول لك رؤساء امريكا اتنين صدقوها. بعد كده بقى ومن حظها الاسود صحفي مشهور شغال في الوول ستريت جورنال اسمه جون كاريرو حس ان في حاجه غلط، بدا يتتبع قصتها ومقابلاتها وتصريحاتها ويربط الخيوط ببعضها ويطلع تناقضات اليزابيث، بدا يكتشف كم الاخطاء الرهيبه اللي تعرض لها المرضى اللي عملوا تحاليلهم في ثيرانوس ونتائجهم كمان كانت بتطلع غلط. مش عارف ليه حس ان جون كاريرو ده كان المفروض يجي يشتغل معايا هنا في قناه الدكتور يقدم برنامج طب ولا اك. وفعلا بدات الخيوط تنكشف واحد ورا الثاني والشكوك بدات تكتر والناس بدات تتكلم في الميديا وتحكي العك والخداع اللي حصل معاهم في ثيرانوس. ولما بدات الفضايح تكتر كان رد اليزابيث هولمز This is what happens when you work to change things and first they think you're crazy then they fight you and then all of a sudden you change the world. اه والله طلعت تقول دول حاقدين على نجاحنا ولا تلتفت للمشككين والقافله تسير والكلاب تعوي والكلام ده. الكلام ده مش بيفكرك بحد اليومين دول؟ ايوه هم دول بالظبط. طبعا النتيجه المنطقيه هو ان كذبها انكشف وشركتها انهارت وهي فلست والمستثمرين اللي دخلوا معاها خسروا ملايينهم واتقبض عليها واتحكم عليها بالسجن في 11 تهمه نصب واحتيال. وهنا بقى يبدا الكلام ينتشر في الميديا عن انها مصابه بالكذب المرضي
او الباثولوجيكال لاينج. طيب تعرف ازاي ان الشخص اللي قدامك ده بيكذب كذب مرضي؟ في شويه علامات لازم تخليك تشك. اولا لما الكذب يكون متواصل بشكل مستمر لدرجه انه يبقى اسلوب حياه. لو شفت عشرات ويمكن مئات المقابلات اللي اليزابيث هولمز عملتها تشرح فيها مشروع ثيرانوس وفي كل واحده فيهم تعيد الكذب القديم وتخترع كذبات جديده على الواقف لما تتسال سؤال جديد، ولو شفت هوبي بار وكذبها المتركب فوق بعضه والقصص الكذب جوه قصص كذب زي ان السرطان اللي هو اصلا مش عندها بتاخد له علاج كيماوي وهي مش بتاخده، فالكيماوي تسبب لها في الاجهاض رغم انها مش حامل اصلا، وتسبب لها فقدان السمع فتقوم فعلا تتعلم لغة إشارة وتزرع قوقعة بعملية جراحية صعبة. هتفهم أنا قصدي إيه إن الكذب بقى أسلوب حياة. تاني حاجة لما تلاقي الواحد عمال يكذب طول الوقت في كل حاجة وفي أي حاجة بدون هدف أو غرض واضح، وإن كان أحيانا بيكون في منفعة أو مكسب زي حالة إليزابيث وهوب وكتير من اليوتيوبرز والإعلاميين اللي بيكسبوا كتير من المتابعين بسبب القصص والكذب اللي بيطلعوا يكذبوه على الناس. تالت حاجة لما تلاقي الموضوع ده مستمر لسنين طويلة وتلاقي الشخص مصر على الكذب بتاعه وبيأكد عليه طول الوقت وتحس انه واثق من كلامه بشكل مبالغ فيه، ويمكن تلاقيه طول الوقت قاعد بيحلف ويأكد ان كلامه صح وان اللي بيشككوا فيه دول الناس الحاسدين او الاعداء او الكارهين او الفشلة اللي ما وصلوش للعلم اللي عنده. وده اللي دايما كانت اليزابيث هولمز بتكرره لما المتخصصين والاطباء يقولوا ان هي بتعمله ده نصب. وزي ما قلنا ان الكذب المرضي ممكن يكون بدون هدف والشخص بيكذب بدون اي مصلحة وكأن الكذب سلوك قهري فيه بيكذب زي ما بيتنفس. ففي نوع من الناس بيكون الهدف من الكذب عندهم هو تعويض احساس بالنقص عند الشخص المريض ده، عنده عقدة نقص وعايز يعوضها، فتلاقيه بيحكي حواديت كتير عن انجازات كبيرة هو عملها او تحديات وصعوبات مر بيها او حتى شخصيات مهمة هو يعرفها او امراض خطيرة عرف يعالج نفسه منها او اي كذب يرفع قيمته. وفي نوع تاني بيكذب عشان يوصل لمصلحة معينة سواء منصب معين او فلوس او شهرة ومتابعين. تخيل كان في قاضي في ولاية كاليفورنيا اسمه باتريك كوينبرج. القاضي ده اتعزل من منصبه كقاضي في اغسطس 2001 بسبب كم الكذب والتزوير اللي عملهم عشان يوصل للوظيفة دي ويبقى قاضي، وكمان بسبب كم الكذب اللي فضل يكذبه حتى أثناء عمله في القضاء عشان يكبر ويترقى. ومن ضمن الكذب والقصص اللي اخترعها وحطها في السي في بتاعه هي انه شارك في عمليات سرية للسي اي اي في جنوب شرق اسيا وفي افريقيا، وانه معاه ماجستير في علم النفس لكنه في الحقيقة لا كان عمره في المخابرات ولا اخذ اي شهادة في علم النفس. الظريف انه قال لهم برضو انه اصيب في حرب فيتنام وان الشظية لسه موجودة لحد دلوقتي في رجله، لكن الحقيقة هي انه هو ما كانش في فيتنام اصلا اثناء الحرب. وبعد التحقيق معاه وبعد ما يتعزل من القضاء يجي المحامي بتاعه يحاول يطلعه براءة باي طريقة، ومن ضمن الطرق دي انه يقول ان ممكن باتريك كوينبرج يكون مصاب باضطراب نفسي خلاه يكذب كل الكذب ده، وان ده كذب مرضي، ده مرض محتاج علاج مش محتاج عقاب. هتقولي طيب ما هو فعلا مادام مرض يبقى محتاج علاج، ولا هو مش مرض هو كذب ونصب ومحتاج عقاب؟ هنا بقى لازم نسأل سؤال، وايه اللي بيسبب الحالة دي؟ يعني مثلا زي ما في مرض الزهايمر سببه هو تلف الخلايا العصبية اللي في الدماغ، ايه السبب بتاع الكذب المرضي؟ هل في هرمون مثلا في مشكلة؟ هل في خلايا عصبية حصل فيها تلف؟ هل في نواقل عصبية ناقصة مثلا؟ للأسف الإجابة مش سهلة. في رأي بيقول إنه اضطراب عقلي، وبيقولوا إن في دليل هو إن الوايت ماتر أو المادة البيضة اللي في الدماغ واللي بتتكون من مادة الدماغ الدهنية الفاتي برين ماتيريال عند الناس اللي هم الباثولوجيكال لايرز بتكون أكبر من الناس الطبيعية. وفي اللي بيشوف إنه مرض نفسي مستقل لكن لسه مش معترف بيه والمفروض إنه يتسجل وياخد مكانه كمرض محترم معترف بيه في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية أو DSM. DSM ده زي ما تقول كده المرجع الشامل للأمراض النفسية، أي حاجة اتكتبت في الطب النفسي واتفق عليها الاطباء النفسيين هتلاقيها موجوده في المرجع ده. لكن في اللي بيقول انه عرض مش مرض، يعني الكذب المرضي بيحصل نتيجه وجود اضطراب نفسي تاني زي اضطراب الشخصيه الحديه او زي اضطراب الشخصيه المعاديه للمجتمع او زي متلازمه مانشاوزن سندروم اللي حكيت لك عليها في اول الفيديو. اوعى تكون نسيت قصه هوبي بارا اللي لسه حكيناها. المشكله الحقيقيه اللي بتقابل الطب النفسي وتخليه مش قادر يقرر هل الكذب المرضي ده فعلا مرض مستقل ولا هو عرض لمرض ولا هو اصلا ينفع يكون تشخيص ولا لا، هي اننا ببساطه مش متاكدين اصلا اذا كان اللي بيكذب كذب مرضي ده هل هو عنده القدره يتحكم فيه ولا لا. يعني هل الشخص ده فعلا مريض وبيكذب غصب عنه لانه مصدق كذبه، ولا ان ده شخص بيكذب عشان يوصل لمكسب معين
معين او منفعه معينه، ومن كتر ما كذب بقى مصدق كذبه ومؤمن بيه، او حتى هو مش مصدقه وعارف انه كذب، لكنه من كتر ما كذب واتدرب بقى محترف وبيكذب بثقه وبدون توتر كانه بيقول الحقيقه. وعشان كده الراي اللي انا بميل له شخصيا والادله عليه من وجهه نظري مقنعه اكتر، بيقول انك لو بصيت على تاريخ الاشخاص اللي تشخصوا بالكذب المرضي هتلاقي غالبيتهم ما كانوش مرضى باي حاجه، وهتلاقي اغلبهم كان بيستفيد من الكذب طول حياته، وحتى لما استعملوا تشخيص الكذب المرضي عشان يقولوا ان عندهم مرض كان ادعاء المرض ده هو مجرد وسيله جديده عشان يفلتوا من العقاب اللي استحقوه بسبب كذبهم طول حياتهم، اللي هو نظام انا كنت بكذب عشان انا مريض، مش عشان اسرق فلوسكم او اخدعكم او اخد منصب او وظيفه انا ما استحقهاش، ده انا عيان بمرض ماليش يد فيه، زي ما كان محامي القاضي الامريكي باتريك كوينبرج بيحاول يثبت. وممكن يكون ده اللي بيفسر ان كتير من الشخصيات اللي شفناها عندها مشكله الكذب المرضي ده كانت شخصيات نرجسيه، عارفين هما بيعملوا ايه، بيظهروا قدام الناس بمظهر ملائكي، شخص كامل بيرفكت، بيتكلموا عن نفسهم طول الوقت، انا عملت، انا خليت، انا بدات من الصفر، انا بنيت نفسي بنفسي. اشخاص مغرورين ما بيقبلوش الرفض ولا بيستحملوا النقد ابدا، بيتلعبوا بمشاعر الناس وبيوصلوا بالكذب المتواصل ده لكل اللي هم عايزينه. وطبعا في عصر الانترنت والسوشيال ميديا فالناس دي احيانا كذبهم بيوصل لملايين المتابعين وبيبنوا جماهير عريضه مؤمنه بيهم ومصدقاهم في اي حاجه بيقولوها مع ان كلها كذب. بالمناسبه اول واحد وصف بوضوح مفهوم الكذب المرضي وسماه كان الطبيب الالماني دكتور انتون ديلبروك، وده كان بعد فحص وتحاليل الاكاذيب اللي حكاها 5 من المرضى بتوعه، ووصل لان الاكاذيب دي مش طبيعيه، مبالغ فيها لدرجه انها تستحق تتسمى باسم جديد، وفعلا وصفها بالسودولوجيا فانتاستيكا اللي هي الباثولوجيكال لاينج او الكذب المرضي. وهنا بقى يجي السؤال المهم، ازاي اتاكد ان الشخص اللي قدامي بيكذب؟ هتقول لي سهله يا سيدي، بص في عينه جامد وهو بيتكلم، لو ارتبك يبقى بيكذب. يا ريت كان بالبساطه دي، او يا ريت كان في حاجه كده زي بينوكيو اللي كان كل ما بيكذب كانت مناخيره بتطول. الحاجه الظريفه كمان اللي كتير من الناس مش بتاخد بالها منها هي ان بينوكيو في النسخه الاصليه كانت رجليه قصيره، في اشاره من المؤلف الايطالي كارلو كولودي للمثل الايطالي اللي بيقول ان الكذب رجله قصيره، والمقصود بيه ان الكذب مش هيوصلك مكان بعيد. عندنا في مصر بنقول الكذب ملوش رجلين، يعني لو بينوكيو ده كان مصري ما كانش هيبقى عنده رجلين اصلا. فللاسف الموضوع مش سهل كده مجرد تبص على عينيه وهتعرف بيكذب ولا لا. هتقول لي طيب سهله، ركز على جسمه اللي هي لغه الجسد، لغه الجسد هي اللي هتكشفه، التوتر بيبان. اقول لك الله عليك، فعلا هو ده رأي متخصصين كتير، وفعلا في 4 علامات مهمة بتعتبر علامات واضحة ان الشخص اللي قدامك ده بيكذب. يعني مثلا حك الانف، ممكن جدا تلاقي اللي بيكذب بيلمس او بيحك مناخيره كل شوية، وده غالبا بيكون بسبب ارتفاع ضغط الدم مع التوتر اللي حاصل مع الكذب، فانسجة الانف يحصل فيها احتقان، او حتى بسبب الهستامين اللي احيانا بيطلع مع التوتر واللي بيخلي جلد الوش كله فيه اكلان او حكة، فتلاقي اللي بيكذب كل شوية يلمس مناخيره او يلمس وشه او يحك جبهته، ما يرتاح غير ما يعمل كده بسبب التوتر. كمان علامة تانية مهمة هي بلع الريق بصعوبة او بصوت وبشكل ملحوظ، وده برضو بيكون بسبب التوتر وارتفاع هرمون الادرينالين اللي بينشف اللعاب، فالواحد بقه يبقى ناشف ويبلع ريقه بصعوبة. وطبعا العرق، ومش محتاج اشرح لك السبب ليه الواحد طبيعي انه يعرق لما يكون بيكذب. كمان في تكنيك الباحثين بيسموه الحاجز او السد او البلوك، بيبان جدا في الاطفال لما يكذبوا، لان الاطفال ابرياء مش بيعرفوا يخبوا، فكنوع من الاختباء لما الطفل يكذب تلاقيه بيخبي نفسه بدون قصد، ممكن يخبي وشه بايده، يبص في الارض، يبص بعيد، او حتى يروح يستخبى ورا حاجه ويخلي في حاجز بينه وبين الشخص اللي هو بيحاول يكذب عليه. شوف معايا الولد وبعدين البنت اللي كل واحد فيهم بيكذب على اهله عشان كتب على ايده او على وشه وبيحاول يكذب عشان يخبي، شوف البلوك اللي هيعملوه هما الاثنين. Who got the paint out? Brother did. Wait, let me see it again. You didn't do that? Speak up. I didn't do this. You still didn't do this? I know you did it. Nani? هتقول لي سهلة اهي، ده احنا عرفنا الطريقة اللي نكشف بيها الكذاب. اقول لك ان المشكلة ان الكلام ده مش دايما بيكون صح، يعني لما اقول لك ان الكذاب بيكون متوتر وبيعرق وهو بيتكلم، فممكن واحد صادق تماما تلاقيه متوتر وبيعرق وهو بيتكلم بسبب الموقف نفسه، وكتير شفناها لما حد يطلع في التلفزيون او قدام الكاميرا لاول مرة، طبيعي انه يكون متوتر ويعرق، او لو البوليس او النيابة بتحقق مع حد، ممكن الخوف من الموقف نفسه يخلي الشخص ده يبان متوتر جدا فيعرق بقى ويحك مناخيره ويعمل بلوك وكل حاجة لانه متوتر بسبب الموقف نفسه. والعكس بيحصل، ممكن لما واحد يكون كذاب طول عمره ومتعود على الكذب تلاقيه مش بيتوتر اصلا وهو بيكذب. مش اتفقنا ان بيكذب زي ما بيتنفس؟
حد بيتوتر وهو بيتنفس. مع التعود على الكذب والكذب الارتجالي كمان قدام الكاميرات، تلاقي الكذاب المحترف ده بيكذب ويتكلم بمنتهى الراحة والأريحية والثقة، ومش بيبان عليه أي علامة من العلامات دي. وتقدر تتفرج على الفيديوهات الجديدة بتاعت الناس دي عشان تشوف الثقة والأريحية اللي هم فيها وهما بيتكلموا عشان تفهم قصدي. عشان كده كنت بقولك إن الموضوع مش سهل أبدا، وبيعدي على ناس كتير بعضهم بيكون متخصص أصلا في كشف الكذب والكذابين. وعشان كده تشخيص الكذب المرضي بيحتاج طبيب نفسي وبيحتاج تاريخ طويل من الكذب، ونادرا ما حد بيكتشف كذبه غير بعد سنين من الكذب المتواصل، وبيتكشف لما يبدا يحصل تضارب في القصص بتاعته وتبدا بقى الخيوط تتكشف خيط بعد خيط. وعشان كده ما تصدقش اي حد بيتكلم في الاعلام او على السوشيال ميديا مهما كان عدد متابعينه، ومهما كانت القصص اللي بيحكيها عن بطولاته وتاريخه وقد ايه هو بدا من تحت الصفر وازاي هو عمل المستحيل وازاي انه بيقول لك الاسرار دي بس عشان بيحبك مش عايز منك حاجه. وما تصدقش اللي يقول لك انه يعرف اللي ما حدش تاني يعرفه، وخليك دايما ماشي ورا الدليل. شغل عقلك وشك في كل حاجة تتقالك عشان ما ينضحكش عليك. وزي ما الانجليز هنا بيقولوا If it's too good to be true, it probably is. يعني لو حسيت ان الكلام اللي بيتقالك اجمل من انه يكون حقيقي يبقى غالبا مش حقيقي. والنصيحة الاخيرة، لو قابلت حد من اللي عندهم مشكلة مع الكذب المرضي انصحه بلطف انه يروح لأخصائي نفسي ويدور على علاج. لكن المشكلة ان كتير منهم مش بيبقى عايز يتعالج لانه بيستفيد من المنافع والمصالح اللي بترجع له من الكذب المتواصل ده. وهو ده كان السبب اللي خلاني عملت لكم سلسلة الطب والعك دي من 4 سنين على قناة الدكتور، عشان نقدر نتعرف سوا على الكذابين اللي بيستغلوا طيبة الناس في انهم يبيعوا لهم الوهم ويكسبوا منهم بانهم يكذبوا ويكذبوا ويكذبوا لغاية ما نصدقهم. اتفرج على فيديوهات طب والعك واحمي نفسك منهم. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام عليكم.